ثلاث اخوات لعبوا في الدوري المصري. ثلاث اخوات لعبوا في الدوري المصري. كل اللي اعرفهم اتنين. هسهلها لك وهنقطع اللي انا بقوله ده. في منهم واحد لاعب اهلي وواحد لاعب زمالك ودول ثلاث لاعب جيش. اتعادل لما انت فاكر انت فاكرني سهل كده. كان توفيق احمد توفيق وعلي توفيق. يلا تاني. ثلاث اخوات لعبوا في الدوري المصري. اكرم توفيق، احمد توفيق، ابو عايز توفيق، وفي حاتم توفيق. اربعه. ده علق عليا. ده علق عليا كمان. اتنين اخوات لعبوا ضد بعض، اهلي وزمالك. صالح جمعه، عبد الله جمعه. اول مباراه لمنتخب مصر في كاس امم افريقيا 2006 كانت قدام مين؟ ده 2006 كان قدام ليبيا. برافو. نهائي مونديال 2010 كان بين مين ومين ومين كسب؟ 2010 كان على ما اعتقد المانيا والبرازيل، مش فاكر. غلط. هولندا واسبانيا، واسبانيا كسبت. مش فاكر. اوكي. في اي مونديال اطاح روبرتو باجيو بركله الجزاء الشهيره جدا؟ مونديال 90. غلط. 94. ركلة جزاء على فريقك ولاعب جاي من بعيد هينفذها، قول اسم لاعب واحد بس ما تحبش ان هو اللي ينفذ الركلة. مفيش. الحمد لله. هجمة مرتدة. ثلاث لعيبة جايين على مرماك وقدامك فقط مدافع وحيد ولازم الهجمة دي تبوظ. تحب مين يكون المدافع ده؟ وائل جمعة. بعد الشر عنك، إصابة العامر ولازم يتغير وفي حارس بيسخن على الخط وما ينفعش تخسر الماتش ده بأي شكل، تحب مين الحارس اللي يكون بيسخن عشان ينزل مكانك؟ أحمد الشناوي. ماتش مهم ومصيري لفريقك ما ينفعش تخسر وقدامك تلاعب فريقين، أهلي أو زمالك، والاختيار بإيدك أنت، تحب تلعب مين؟ أهلي. لقيت آلة زمن هتقدمك سنين قدام، تحب تقدمك لسنة كام وتحب وقتها تكون فين؟ سنة كام؟ 2030. في أي منصب إداري أو منصب فريق كبير في الدوري المصري. لاعب صديقك جدا وسرك معاه. في كتير محمود شكري.